بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي بقى لنا فتره طويله ما بنتكلمش على ريال مدريد، ومش بنتكلم على ريال مدريد عشان انا راجل حاقد او غيران من ريال مدريد، لا بالعكس والله انا ما بتكلمش على ريال مدريد عشان حاسس ان مفيش حاجه جديده في ريال مدريد، اللي هو باشا الناس دي ما عندهاش حاجه جديده حرفيا، اللي هو انت كده كده تتكلم على ريال مدريد، اصل الفرقه معلش محتاج باك شمال ومحتاج باك يمين، اصل هم لسه ما حطوش ثقتهم بالكامله فيرناند ميندي، والناحيه الثانيه سواء فاسكيز او سواء كارفاخال الاثنين حرفيا محتاجين ان هم يتغير لهم عداد ومحتاجين ان تفورهم وتجيب مكانهم حد تاني. قال لك ايه ده، احنا جبنا اسمه فيران جارسيا من رايو فالكانو، الله حلو ده. طب معلش يعني ما حدش قال عن الصفقه دي، لا عادي جدا ما فيش مشكله، هي الميركاتو كله كان رايح لحته ان احنا عايزين جود بيلينجهام وعايزين معاه كيليان امبابي وكده نعمل الميركاتو الجامد جدا باشا. طب معلش يعني بالنسبه لخط الدفاع عندك، يعني انت خط الدفاع عندك اول ما لقيت في اصابه حصلت الدنيا بالنسبه لك راحت في داهيه، يعني انت بسم الله ما شاء الله كنت ماشي ب 11 لعيب، اول ما 11 لعيب دول مهم منهم تيبو كورتوا